أهلا متابعينا، تعرضت حسناء الإنستغرام الجزائرية إيناس عبدلي إلى حادث كاد يودي بحياتها أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في البرازيل، عندما جربت رياضة السقوط بالمظلة من منحدر غابي رفقة خبير المظلات البرازيلي بيدرو سانشيز، حيث سقط وسط أشجار الغابة بعد عجز المظلة عن رفعهما. وأكد بيدرو سانشيز أن الخطأ يكمن قبيل الانطلاق عندما ترددت المؤثرة الجزائرية في الركض نحو الحافة، وهو ما قلل من نسبة التسارع لارتفاع المظلة. أما الحالة الصحية لإيناس عبدلي فقد أكد أنهما نقلا إلى أقرب مستشفى أين تلقيا الإسعافات الأولية، فهو أصيب بكسر على مستوى الساق، أما إيناس فتعرضت لكدمات وخدوش بسبب التماس مع الأشجار والسقطة العنيفة التي تعرضت لها. بدورها طمأنت إيناس محبيها عن حالتها الصحية دون ذكر تفاصيل الإصابة التي أثرت على نفسيتها كثيرا كما تقول، واعدة إياهم بفيديو تفصيلي عن الحادثة.